فقال الناظم بن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. وصعب واو وبي جرغنس بي سالم جمع عامر وابن بي شبه دين وبه عشرون وبابه الفقه والأهلون ولو عالمون عديون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب ونون مجمع وما به التحق تفتح كل من بكسر نطق ونون ما تنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله وارفع بواو وبي يجر وانصبي سالم جمع سالم جمع تنازعها ثلاثة عوامل. وارفع بواو سالم جمع وبي يجر سالم جمع وانصب بياء سالم جمع عامل أمذني. تقول جاء عامر ترفعه بواو، رأيت العامرين تنصبه بياء مرت بالعامرين وشبه ذين ومذنب كذلك. تقول غاب المذنبون وعرضت عين المذنبين وكرهت المذنبين وشبه ذين، شبه عامر العلم جمع العلم المذكر العاقل الخالي من التاء ومن التركيب كزيد وزيدون وعمر وعمرون وخالد وخالدون وإبراهيم وإبراهيم، كل علم مذكر عاقل خالي من التاء ومن التركيب يجوز جمعه جمع مذكر سالما، وهو ما سلمت فيه بنية الواحد. خرج بقولنا المذكر زينب لا يقال زينبون، خرج بقولنا العلم نحو رجل لا يقال رجلون وطفل لا يقال طفلون، خرج بقولنا العاقل نحو لاحق علم على فرس، خرج بقولنا أن يكون خاليا من التاء نحو حمزة وطلحة، خرج بقولنا غير مركب نحو معدي كرب وحضر موت. مذنب كذلك يجمع جمع مذكر سالما الصفة صفة المذكر العاقل الخالية من التاء ليس بابها أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي المذكر والمؤنث، خرج بصفة المذكر نحو حائط وطالق لا تجمعها جمع لأنها وصف لغير وصف لمؤنث عاقل، وكذلك سابق وضال وصف لغير عاقل، وكذلك المختوم بالتاء كعلامة وراوية ونسابة لا يجمعها جمع، وخرج ما بابه أفعل كأحمر لا يقال أحمرون إلا شذوذا، وخرج بابه فعلان فعلاء نحو سكران وسكرة، وخرج الصفات خرجت الصفات التي يتساوى فيها المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح لا يقال صبورون ولا جريحون كما قوله وشبه عاملين وشبه ذين. وبه عشرون ألحق به عشرون إلى تسعين لأنه لا مفرد لها من لفظها. تقول جاء عشرون، قال تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، قال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وباب والأهلون كذلك اسم جنس. تقول بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، شغلتنا أموالنا وأهلونا، تعرف هذه العرب أهلونا أولو كذلك لا مفرد لها من لفظها. نحن أولو قوة ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي منهم ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. بلى قال أبو بكر اليونا عالمون اسم لما سوى الله. تقول نجى العالمون من العالمين ناجون إن شاء الله. عليون اسم لعلى الجنة، كلا إن كتاب البريري لفي عليين وما أدريك ما عليون، رفع بواو ونصب وجر بياء حمك الله. وأراضون أراضون اسم لأراض أو لأرض ليس على حد هذا الجمع، ليس جمعا لمذكر عاقل ولا صفة له يعرف هذا العرب. وراءه مفتوحة وتسكن في ضرورة الشعر. والسنون كذلك باب سنة أراضي يعني جمع تكسير وجمع جمع اسم جمع اسم جمع أراضي جمع اسم جمع اسم جمع هذا اسم
السنون كذلك بابه كل اسم ثلاثي حذفت العرب لامه وعوضت عن الهاء ولم يكسر كسنة وسنين وعزة وعزين وعظة وعظين ورئة ورئين وذبة وذبين ومئة ومئين كثير جدا. خرج نحو تمر تمرة لا يقال فيها تمرون لأنهم لم يحذفوا لامها. وخرج نحو أخت حذفوا اللام وعوضوا عنها التاء. وخرج نحو شفة شفة كسروها كسرت العرب قالوا فيها شفاه. وشاه قالوا فيها شياه. ما قوله ومثل حين قد يعرف بالواو رفعا تقول قاس الكفار سنين صعبة ومر على الكفار سنون. ومثل حين قد يرد الباب وبعضهم يعربه إعراب حين وهو يطرد عند بعض العرب. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عليهم سنينا كسني يوسف في الأولى لإعراب الحركات وفي الثانية بالحروف. فنقول هو عند قوم يطرد ولبعضهم رب حي عرندس ذي طلال لا يزالون ضاربين القباب ضاربين. جمع كان سالم نصبه بالفتحة ولو عربه إعراب جمع كان سالم لحذف الياء وجعل لحذف النون للإضافة وجعل نصبه بالياء فقال ضاربي. بارك الله فيك. مثل حين قد يرد مضاف إليه مثل حين قد يرد الباب قد مثل حال قد يرد ذا الباب مثل حين حال كوني مثل حين حين تربى على بالحركات فتربصوا بها حتى حين هل أتى على الإنسان حين ما أقرأ وهو عند أقرأ. ونون مجمع وما به التحاق فافتح نون جمع مكسر سالم مفتوحة سواء كان نصب أو جر أو رفع. تقول جاء الطالبون ورأيت الطالبين والطالبين وكذلك بالحق به كعالمين وعليين. وقل من بكسره نطق قال عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعاني فآخرين وقد جاوزت حد الأربعين. فتح وقل من بكسره نطق. ونونه ما ثنية والملحق به بعكس ذاك نونه مكسورة. تقول جاء رجلان ورأيت رجلين ومرت برجلين. قالوا ظاهر كلام ابن مالك التسوية بينهما والحقيقة أن فتح نون المثنى أكثر بل هي لغة لبعضهم. قال عرفت منها الجيد والعينان ومن خيرين أشبها ضبيانا على أحوذية إن استقلت عشية. هذا نقول قالوا الجمع ثقيل فأعطية الفتحة وهو خفيف والمثنى خفيف أعطية الجرة وهو ثقيل هكذا قال. شيخ النوم لا طعمه العينان هذا أشد وأشد. يا أبتا أرقني القذان فالنوم لا تألفه العين هذا أشد وأشد ضم نونه. نعم هو السنين بعد سن يكون ياء. نعم سنون يعرب إعراب حين ويعرب إعراب الزيتون أو عربون. تقول هذه سنون ورأى الكفار سنونا ومر الكفار بسنون كإعراب زيتون أو عربون. ها؟ نعم سنين وطول سنين. نعم. لا ليس لا ليس هذا هذا شيء آخر. سنة سنين ليست من هذا الباب. سنين لا وطول سنين لا أراها من هذا الباب. نعم.